Essa areia. السهرية نعطيكم فكرة على المواعيد الثقافية على السهرات الرمضانية ونحكيو زيدا على الأعمال التلفزية بما أنه دونك البارح الاثنين 25 مارس انطلقنا في النصف الثاني من رمضان إن شاء الله تكونوا دايوغ استانستوا بالريتم نتاع رمضان وبديتوا تتعودوا بالصيام دونك فما أعمال اللي وصلت للنهاية عديد الأعمال منها سيت سوبر تونسي منها تضحك تخرج البرنامج اللي تبث على قناة الحوار التونسي وفما عمل اعمال جديده اللي يتم عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان نعطيكم فكره جوستومون على الاعمال هذية اللي تنجموا دونك الاسبوع هذية وانطلاقا من الجمعه هذية تبداو تتبعوا هالاعمال هذية فما زوز سلسلات كوميديه اللي مبرمجين على قناه نسمه الجديده دونك فما العازب اللي هي بطوله لوموريست محمد علي تونسي وفما نهار على عمار بطوله سيف عمران ومن اخراج زياد لتايم هاللي دو سيري هذوما تنجموا تلقاوهم على قناه نسمه الجديده جديدة. فما زيدا اون اوتخ سيري اللي هي خوك من بوك آه واللي تتبث على قناة الجزا تي من اخراج ابراهيم الطايف بطولة مريم بن ميمي تنجموا ابغتيغ من لا دوزيام كانزين تاع رمضان نتبعوا لا سيري هذيا فما راجوش بالطبيعة اللي عرفنا عدد الحلقات ويتواصل مسلسل راكوش لعبد الحميد بوشناق ويتضمن 18 حلقة ويتبث على قناة نسمة الجديدة فما إعادة آه لمسلسل تاج الحاضرة على قناة الحوار التونسي بعد نهاية برنامج تضحك تخرج من تقديم سامي الفهد دونك بدينا هالنصف الثاني من شهر رمضان مع إعاده لمسلسل تاريخي واللي هو إكسيلون دايوغ اللي هو مسلسل تاج الحاضره على الحوار التونسي وللناس اللي ما تبعتش مسلسل باب الرزق للمخرج هيفل بن يوسف على القناه الوطنيه الأولى في النصف الأول من شهر رمضان تنجم أبغتييان من توا تبع المسلسل هذا بما أنه المخرج كان أعلن على أنه فما إمكانيه إعاده مسلسل باب الرزق دونك بمعدل زوز حلقات يوميا على لاشين يوتيوب بتاع القناة الوطنية الأولى وإمكانية إعادة بث المسلسل بعد الحلقه العشرين على القناة الوطنية الأولى هذا فيما يخص مسلسل باب الرزق للمخرج هيفل بن يوسف، دونك هذا شنو نستنى فيكم من أعمال تلفزية على قنواتنا التونسية في النصف الثاني من شهر رمضان، كانت هذه السهرية وآخر فقرة لينا فيكم نهار وقسم ونشكركم الناس الكل اللي تابعتونا واللي سمعتونا من خمسة حتى للستة ليميسيون الكل ديسبونيبل سوغ لاباج فيسبوك نتاعك Express FM اي لا chaîne يوتيوب Express FM وعدنا يتجدد معكم غدوة نفس الموعد نفس التعقيد نتلقى معكم الخمسة حتى الستة على إكسبرس أفام ريم لانجليز معكم ومنك خو رانيا بن منصور كنت معنا في الإخراج وسليم في الإخراج الرقمي ومبقى لي كنقولكم شيء طيب نسلكل في لمان باي